في بادرة دبلوماسية لافتة رأى فيها مراقبون سياسيون رسالة من أثينا لأنقرة في ظل التوتر الشديد في العلاقات بين الجانبين. أعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية نيكوس دانديس عين السفيرة السابقة تاسيا أثاناسيو مبعوثة خاصة إلى سوريا. ورأت وسائل إعلام يونانية أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط. ونقلت صحيفة غريك سيتي تايمز عن بيان للخارجية اليونانية قوله أن الأمر سيشمل اتصالات حول أبعاد القضية السورية والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا. ورأت الصحيفة أن هذا الإجراء خطوة استراتيجية للغاية من قبل وزارة الخارجية اليونانية، حيث تم تكليف شخص على الدراية بسوريا وسلطاتها، ما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم استعادة السفارة في دمشق بشكل كامل. وأشارت الصحيفة اليونانية أيضا إلى أن إعادة العلاقات مع سوريا سوف يغير توازن القوى في شرق البحر المتوسط مرة أخرى لصالح اليونان، لأن تركيا ليس لديها أي حليف في المنطقة باستثناء حكومة الإخوان المسلمين المحاصرة في ليبيا والتي هي على وشك الانهيار تحت ضغط الجيش الوطني. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.